السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الـ Conditional Formatting in Donut Chart. يعني إيه الـ Conditional Formatting in Donut Chart؟ يعني بمعنى أصح إن أنت هتعمل شارت على شكل دونت اللي هو قدامك دوت، بالشكل اللي قدامك دوت، لكن هيكون في شروط معينة بنفذ على أساسها الشارت ده. زي إيه؟ دلوقتي مثلا انت بتعمل معدل الاداء الخاص بالشركه بتاعتك او الخاص بشغلك، فالمفروض ان انا عايز اللون الاحمر يظهر لي على الدونالد شارت دوت، يظهر لي كده باللون الاحمر في حاله لو معدل الاداء دوت اقل من 50%. نجرب كده مع بعض. هحط هنا معدل اداء اقل من 50%، اقول مثلا 40%، واقول له انتر. هتلاحظ ان هو ظهره لك باللون الاحمر كده. الشرط التاني ايه؟ ان لو معدل الاداء بتاعك او البرفورمانس بتاعك دوت ما بين 50% ل 70%، فهيظهره لك باللون الاصفر. نحط مثلا ما بين 50 ل 70، يعني هنحط مثلا 60%، ونقول له انتر. هتلاحظ ان الشرط بتاعك ظهر لك الداتا اللي عليه باللون الاصفر. طيب الشرط التالت ايه؟ لو معدل الاداء بتاعك اعلى من 70%، فهيظهره لك باللون الاخضر. تعالى كده نجرب 80% ونقول له انتر. هتلاحظ ان اللون بتاعك اتحول للون الاخضر. ده كده conditional formatting، او يعني تنسيقات لكن بشروط معينة. هتلاحظ كمان ان عندك هنا الليبل دوت اللون بتاعه بيتغير على حسب لون الشارت اللي معاك، وكمان بيظهر لي نفس النتيجة. الدونالد شارت دوت هننفذه ازاي؟ دوت اللي احنا هنشوفه بمنتهى السهولة في الفيديو بتاعنا النهاردة ان شاء الله، فتابعنا لنهاية الفيديو. اول حاجة هتعملها ان انت هتروح على شيت فاضي وهتبتدي تكتب بيانات اساسية عندك. يعني هتكتب اول حاجة البرفورمانس اللي هو معدل الاداء بتاعك، وهتحط فيه قيمة افتراضية بحيث ان احنا نبتدي نعمل على اساسها بقية الحسابات بتاعتنا. فانا مثلا هنا هحط 20%. دي كده اول حاجة احنا عملناها. تاني حاجة هنروح نبتدي ننفذ الشروط اللي طالبها منك مديرك انها تظهر في الشارت او في الرسم البياني بتاعك. فاول حاجة هو طالب منك اللون الاحمر، فهتكتب هنا مثلا ريد او هتكتب اللون الاحمر على حسب اللغة اللي انت بتتعامل بيها. الفكرة واحدة. انا هنا كتبت ريد يعني اللون الاحمر، وكتبت قدامها معلومة كده علشان اشتغل على اساسها اللي هي ايه؟ less than 50%. يعني اللون الاحمر دوت هيظهر لي لما بتكون معدل الاداء ده اقل من 50%. وبنفس الطريقة هنكرر بقى اللون الأحمر، هتكون الشرط بتاعه إن يكون معدل الأداء ما بين 50% و70%، واللون الأخضر لو معدل الأداء دوت أعلى من 70%. التلاتة دولت أو التلات شروط دولت هبتدي إن أنا أعمل لهم معادلة بالفانكشن الخاصة بإف. إزاي المعادلة دي هتتعمل؟ وإنت واقف هنا في الخلية، طالما هتعمل معادلة يبقى لازم هتبتديها بعلامة يساوي، فهتعمل كده إيكوال، وهتبتدي ان انت تكتب اف. هتظهر لك اهي، هتضغط عليها، هيبتدي يقول لك اللوجيكال تيست. اللوجيكال تيست دوت بمعنى ايه؟ الشرط اللي انت عايز تطبق على اساسه. فالشرط عندي هنا ايه؟ ان البرفورمانس دوت يكون اقل من 50%. يبقى البرفورمانس هشاور كده على الخلية دي وهكتب له اصغر من 50%. ده كده اللوجيكال تيست بتاعت خلص. بعد كده هتعمل كاما، وبيقول لك لو القيمة دي فعلا حقيقية، يعني لو البرفورمانس دوت أقل من 50%، إيه اللي هيحصل؟ هقول له هتحط لي نفس القيمة دي، أو هتطلع لي البيانات اللي على الشارت بنفس القيمة دي أو بنفس النسبة دي، ونعمل كومة. طيب لو هو أعلى من 50% أو مش بيحقق الشارت هتعمل إيه؟ لو تلاحظ هنا إن هو لما دوت مثلا كان بيحقق الشرط بيكتب هنا 80%، كانت الخانات التانية بيكتب لي فيها إيه؟ العلامة دي وكلمة الـ N إيه؟ فدي هتظهرها ازاي؟ هتظهرها ان انت تيجي هنا كده بعد الكومة وهتكتب ان ايه، اهي هتظهر معاك، هتلاقيه فاتح لك قوس هتقفله على الفاضي، وبعد كده تقفل القوس الخاص بالفانكشن اف وتعمل ان. هتلاحظ ايه؟ بص هنا طلع لك 2 من 10 اللي هي 2%. لو وقفت عليها كده وعملت علامة في المية من تاب هوم هتلاقيها طلعت لك 20% اللي هي نفس نسبة البرفورمانس اللي هنا ده. ليه؟ لأن هو هنا أقل من 50%. طب لو كتبت هنا كده 30% وعملت انتر، هتلاحظ إن النسبة هنا اتغيرت بقت 30%. طب لو عملت له أعلى من 50%، لو عملت 60% مثلا، هتلاحظ إن هو كتب لك إيه؟ الـ N إيه. تعال بقى نروح على الشرط اللي وراه اللي هو ما بين معدل الأداء ما بين
50% ل70%. نفس الموضوع، علامة يساوي ونعمل function f، وهقول له اللوجيكال تيست بتاعك ان البرفورمانس او معدل الاداء، هنا بقى معدل الاداء ما بين between 50% ل70%. يعني هنا انا في عندي شرطين، فهنا هنستعمل الاند، هقول له اند وافتح قوس واقول له بقى في الحالة دي ان معدل الاداء اكبر من او بيساوي 50%، كوما، وهعمل له الشرط التاني ان برضو معدل الاداء ده اقل من او بيساوي 70%، واقفل القوس الخاص باند واعمل كوما. هيبتدي يقول لي لو فعلا الشرط ده اتحقق، يعني لو معدل الاداء بتاعك ما بين 50% ل70%، ايه اللي هيحصل؟ هقول له هتظهر لي في الحالة دي البيانات الخاصة بالمعدل ده، فهشاور له على الخلية تاني كده واقول له كوما. طب دوت لو ما حصلش او كانت القيمة مش ما بين 50% ل70%، هقول له ان انا عايز اظهر الايه الكلمة زي ما هي مكتوبة كده، اللي هي ان سلاش ايه دي. هتعملها هتكتب ان ايه وهتفتح قوس وتقفله على الفاضي، وبعد كده تقفل القوس الخاص باف، انتر. نفس الطريقة في الخلية اللي وراها اللي هي خاصة باللون الأخضر، بيقول لي هنا كده إن الشرط بتاعي إن معدل الأداء يكون more than 70% أو أكبر من 70%. نفس النظام بيساوي، وهنعمل F اللوجيكال تيست إن معدل الأداء يكون أكبر من 70%، كوما، لو فعلا معدل الأداء أكبر من 70% هتظهر لي القيمة اللي موجودة في البرفورمانس في معدل الأداء ده اهو، كوما، لو معدل الاداء بتاعك مش اعلى من 70% يبقى هتظهر لي الان اي دي، فهكتب له كده ان اي، افتح قوس واقفله على الفاضي واقفل القوس الخاص بالفانكشن اف واضغط انتر. علم عليهم كلهم كده، ومن فوق من تاب هوم اضغط على علامه البرسنتج كده. تعالى نرجع هنا للشيت الاولاني كده ونشوف بقى. هتلاحظ ان البيانات اللي متلونة دي او اللي واخدة اللون الاخضر، هتلاحظ ان هي اللي بتعبر لك عن النسبة اللي مطلوبة او معدل الاداء بتاعك. طيب هتلاحظ ان في هنا كده المسافة اللي لونها جري دي مسافة بلانك، يعني ما فيهاش بيانات. البلانك دي هنعملها ازاي؟ هتيجي هنا كده هتكتب كلمة بلانك اللي هي المسافة الفاضية، وهتيجي هنا تقول له بيساوي، يا اما هتقول له 100% ناقص معدل الأداء ده، يا إما هتقول له 1 ناقص البرفورمانس اللي هنا وتقول له انتر. هتلاحظ إيه؟ هتلاحظ إن هنا معدل الأداء بتاعك 60%، يبقى المفروض إن البيانات اللي هتظهر بنسبة 60% والباقي هيكون فاضي. فهتلاحظ إن النسبة الباقية كام؟ 40%، أهو بالشكل ده. هنا نسبة 80% ده معدل الأداء، ونسبة 20% دوت البلانك. بعد ما خلصنا خلاص البيانات بتاعتنا بالشكل دوت، تعالوا بقى نبتدي ان احنا ننزل الدونالد شارت بتاعنا. هنعمل سيلكت على الكالرز بتاعتنا او على المسميات دي، وندوس على كنترول من الكيبورد ونعمل سيلكت على القيم اللي احنا عملنا لها معادلات بالشكل ده، وبعد كده اطلع فوق من تاب انسرت واروح على الشارت ده، افتحه واختار الدونالد شارت بالشكل اللي قدامك ده كده. هتلاحظ ان هنا بدأ يقولك ان البلانك هو اللي موجود باللون الاصفر ده اهو، وهتلاحظ ان اللون الاورنج دوت اللي هو نسبة البرفورمانس اللي بالفعل انت مدخلها اللي هي نسبة 60%. طيب هنيجي هنا، هو مديني الشغل بتاعي مظبوط، بيقول ان نسبة 60% دي هتكون باللون اليلو، وفعلا هنا اللي باللون الاصفر هي النسبة ما بين 50% ل70%. فكل اللي انت هتعمله هنا ان انت هتبتدي تغير الالوان. هتروح هنا كده دبل كليك على الجزء الخاص بالبرفورمانس بتاعك او بمعدل الاداء بتاعك، وانا عايزه يكون لونه ايه؟ عايزه يكون لونه اصفر، فهاجي هنا كده من على الكالر وهقول له سوليد من على الفيل، وهبتدي ان انا اختاره باللون الاصفر بالشكل ده، يعني نختار لون كده اهو بالشكل ده، وابتدي انزل على البوردر بتاعه واختاره سوليد لاين، واختاره برضو بنفس اللون، بس المرة دي بقى زود السمك بتاع الخط بتاعه، فهخليه هنا مثلا نخليه مثلا 17 واقول له انتر. فهتلاحظ ان هو ايه، يعني بقى كبير كده بالشكل ده. تعالى بقى على الجزء البلانك او الجزء الفاضي، اضغط عليه دبل كليك
وروح هنا برضو على الفيل كولر، وروح على الفيل بتاعه او الملء بتاع اللون، وخليه سوليد، وخليه اللون الرمادي ده كده، بحيث ان هو يبان ان هو ايه الجزء ده الفاضي ده. كده اول لون احنا خلصناه. تعالى بقى نعمل الالوان التانية. لو جينا مثلا انا عايز اعمل اللون الريد، هتلاقيه هنا علامته باللون الازرق. طيب انا مش ظاهر عندي هنا حاجة، اللون الاصفر ده مغطي عليهم كلهم، فهتروح تختار القيمة اللي بتعبر لك عن اللون الاحمر اللي هي ايه اقل من 50%. فهحط هنا مثلا قيمة اقل من 50% وليكن 30%، واقول له انتر. هتبتدي ان انت تروح على الجزء الازرق دوت اللي هو بيعبر عن نسبة 30%. الجزء دوت انا عايزة اعبر عنه باللون الاحمر، فهعمل عليه دبل كليك كده لحد ما اختاره لوحده، واروح على الفيل كولر، اروح على اول حاجة هنا كده الفيل، وابتدي اختاره سوليد، واختار اللون بتاعه يكون اللون الاحمر، وانزل تحت هنا كده على بوردر واختاره برضو سوليد، وازود بقى الايه الحجم بتاعه. طبعا هنا هختار نفس اللون، وابتدي ان انا ازود في الويتس بتاعه بحيث ان هو ايه يبان بالشكل اللي موجود في الشيت ده، يبان ان ايه ان هو بالشكل ده اكبر من الجزء الفاضي. فهاجي هنا كده على الويتس، هخليه مثلا بنسبة 17 كده. احنا عملنا اللون الاصفر وعملنا اللون الاحمر. نيجي بقى على اللون الاخضر. اللون الاخضر دوت اللي بيعبر عن معدل الاداء اللي اعلى من 70%. فهتيجي هنا كده تكتب 70% او نكتب مثلا 80%، هيبتدي يظهره لك بالشكل ده. طبعا هو اللون الرمادي الغامق دوت، لان نسبة 80% هتكون اعلى من النسبة الباقية. بنفس الطريقة هتعمل عليه دبل كليك، وتروح على الفيل كولر برضو من السوليد فيل، هتختار اللون الاخضر، وتنزل على البوردر برضو تختاره سوليد فيل سوليد لاين سوري، وتختار نفس اللون، وزود الويتس بتاعه أو الحجم بتاعه وخليه 17 برضو. بالشكل دوت انت عملت تنسيق للألوان التلاتة. عملت تنسيق اللون الأحمر أهو، وعملت تنسيق اللون الأصفر واللون الأخضر، وعملت الجزء البلانك. تعال بقى نجرب كده مع بعض الشغل بتاعنا. لو دخلت هنا مثلا نسبة 30%، فالمفروض ان الايه ان الشارت دوت يظهر لك البيانات باللون الأحمر. فهنقول كده 30% انتر، بالفعل ظهرها باللون الأحمر. طيب لو قلنا مثلا النسبة بتاعته من 50% ل70%، فهنقول 60% المفروض يظهرها لي باللون الأصفر. بالفعل ده حصل وظهرها باللون الأصفر. نشوف كمان لو علينا النسبة عن 70% نخليها مثلا 85%، نضغط انتر، هتظهر لك باللون الأخضر. بقي عندنا حاجة مهمة جدا. لو جيت تبص هنا في الشارت هتلاحظ ان انا حاطة هنا زي عداد كده بتبتدي تظهر فيه القيمة الخاصة بالمعدل بتاع الأداء اللي موجود في الشارت. يعني هنا هي موجودة 80%، لو انا غيرتها وخليتها 20% هتلاقيها اتكتبت هنا 20%. طيب ديت نعملها ازاي؟ وفي نفس الوقت هتلاقي لونها تحول للون الأحمر. لو خليتها مثلا نقول مثلا 60% هتلاقي لونها تحول للون الأصفر. لو قلنا 90% هتلاقي لونها تحول للون الأخضر. طيب ديت نعملها ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. هتروح هنا على البرفورمانس ده، وهتروح تقف على الخلية اللي موجود فيها قيمة معدل الأداء، وهنبتدي نعمل عليها conditional formatting أو هنعمل عليها تنسيقات مشروطة يعني. فهنعمل ايه؟ هتيجي من وانت واقف عليها كده، هتروح على تاب هوم، هتلاقي فيه هنا حاجة اسمها conditional formatting. افتح السهم الصغير ده وروح على حاجة اسمها new rule، اضغط كده على new rule، هيبتدي يظهر لك الويندو بالشكل ده. اختار الاختيار التاني اللي هو format only cells that contain، يعني بمعنى اصح اعمل لي تنسيق للخلية دي بس بالمحتوى ايه اللي انا هحطه لك. فهقول ايه؟ اول شرط عندي ان هي ان الكتابة اللي فيها دي تكون باللون الاحمر لو القيمة كانت اقل من 50%. فهقول له ان البيانات اللي موجودة في الخلية دي لو القيمة اللي جواها ايه اقل من 50%، يعني less than كام؟ 50%. ايه اللي هيحصل بقى؟ هقول له format، وهروح هنا كده على الكالر، وهقول له خليه لي اللون بتاعها باللون الاحمر، وهقول له اوكي، واقول له هنا كمان اوكي. نروح نعمل رول تانية هنا. انت لو هنا لو جيت هنا وحطيت قيمة اقل من 50% وليكن 40% وقلت انتر،
هتلاحظ ان اللون بتاعها بقى لون احمر. طيب لو حطينا قيمة ما بين 50 للـ70، يعني مثلا لو حطينا 60%، هتلاحظ ان اللون ما بقاش اصفر. ليه؟ لان انا لسه ما عملتش كونديشنال فورميتنج تاني، يعني انا كده محتاجة ازود كمان 2 رول عليها. هتقف على نفس الخامة كده، هتقف على نفس الخلية كده، وهتروح برضو من تاب هوم ومن الكونديشنال فورميتنج، هتعمل نيو رول تانية، هتعمل رول تانية بالشكل ده. تقف على نفس الخلية دي، تقول له المرة دي بقى لو كانت قيم القيم اللي جوه الخلية دي ايه، بتوين ما بين 50%، تكتب له هنا كده 50%، وتيجي هنا تكتب له 70%. ايه اللي هيحصل؟ هتروح هنا على الفورمات وهتقول له ان الفونت بتاعك او الخط اللي مكتوب جواها يكون باللون ايه، يكون المرة دي باللون الاصفر، وقول له اوكي. وقول له اوكي. هنروح تاني على الكونديشنال فورماتنج ونحط الرول التالتة من نيو رول، نختار نفس الاختيار. المرة دي القيمة بتاعت الخلية هتكون more than 70%، يعني هنقول هنا كده اكتر من 70%، فهنختار greater than وهنكتب هنا القيمة بتاعتي اللي هي 70%، واقول له format الفونت بتاعي او الخط اللي هيكون مكتوب جواها هيكون باللون الاخضر ده، واقول له اوكي. اوكي تعالى هنا كده هنكتب 50%، نقول له انتر. هتلاحظ ان هي موجودة باللون الاصفر. طيب 10%، هتلاحظ ان هي باللون الاحمر. طيب نخليها 90%، هتلاحظ ان القيمة هنا اصبحت باللون الاخضر. طيب ازاي بقى انقل القيمة دي واخليها تشتغل هنا وتتغير لما القيمة اللي هنا تتغير؟ دي هنعملها بطريقة بسيطة جدا. من وانت واقف على الخلية كده هتضغط كليك يمين وهتاخدها كوبي، وقف في اي مكان بعيد، ومن تاب هوم هتلاقي هنا كده الايكون الخاصة ببيست، افتح السهم الصغير ده واختار اللينكد بيكتشر، اضغط عليه، هتبتدي انها تظهر لك بالشكل اللي قدامك ده. مجرد ما هتعمل هنا اي تغيير في الرقم، لو كتبنا مثلا 60%، هتلاقيها هنا بتتغير برضو 60%. طيب تعالى بقى احنا عايزين ننقلها ونحطها جوه هنا، لكن عايزينها تكون بالتنسيق اللي قدامنا ده. من وانت واقف عليها كده هتطلع فوق على تاب فورمات، وهتيجي هنا على الاختيار الخاص ببيكتشر افكت، والاختيار الاولاني ده هتختار الشكل ده، فهتبتدي تظهر قدامك بالشكل ده كده. خدها وابتدي ايه، حطها بداخل الشارت بتاعك. طبعا نعمل ديليت للحاجات دي عشان نوسع مساحة الشارت شوية. وبكده بتكون انتهت حلقتنا النهاردة، بتمنى انها تكون فادتكم، بتمنى لكم كل التوفيق. شكرا على متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.